السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. فيديو جديد النهاردة، هنعمل جولة في المنشية كده بس من بدايتها، وطبعا ما تحلاش المنشية وما يحلاش أي لفة إلا كده لما نبتدي من أول البحر. احنا كده على المنشية من ورا قدام المحكمة، السما مع المية، الجو بقى هوا فظيع، بس برضو اسكندرية حلوة في كل أحوالها، وبرضو في ناس قاعدة على البحر ياما. انا بس مصورة قدام البحر، ما صورتش على الناس اللي قاعدة القلعة هناك اهي. جولة حلوة لكل الناس اللي حابة تحب كده تحس او تخرج او تحس بأجواء رمضان. هنلف كده مع بعض وانتوا قاعدين، بجد تحمسوا كده وانزلوا اتفرجوا وحسوا برمضان، واتفرجوا على الحاجات الجديدة اللي رمضان هتفرق كتير. حتى لو مش هتشتروا، اكتشفت ان حتى الفرجة حلوة نفسها كده. هنبتدي الطريق من اوله، احنا كده في الحقانية او شارع الحقانية. حاجات الفخار دي تحفة، الشارع بقى من اوله كله فوانيس، النمط بتاعت النمط الكتيرة كده، والشخصيات بتاعت رمضان. انا بس قافلة الصوت. جنبين وهو الشارع كله على بعضه، أدوات منزلية، سمك. الناس اللي بتحب جاية طول ما هي ماشية تتفرج هتتبسط. يعني اي حاجه من الحاجات ديت، الشوكولاتات، الصوصات، الدقيق، كل الحاجات ديت الناس بقى. فوانيس رمضان والحاجات اللي بتاعت زمان ديت، الفوانيس الصفيح، بوجي، والله ما يفرق حاجة عن اللي انا كنت عاملاه. اسعارها حلوة، ما هيش وحشة. طم طم دي بقى المفارش اللي هي الجاهزة،
بجد انك تعمليها في البيت اسهل واحلى وارخص، وهتفرحي كده وانتي شغالة فيها، وهتفرحي ولادك. هنا المتر ب10 جنيه. بصوا هي معمولة كلها على بعض ب120 او 100، مش عارفة 140 الستارة ديت، في حين ان انت ممكن بمتر واحد ب10 جنيه تعمليها. انا جبت الشراشيب المتر بجنيه، هوريهولكم في الكياس ان شاء الله اللي انا جبتها. وحتى المشمع برضو المتر ب10 جنيه. هنمشي كده برضو مع الفوانيس وشخصيات رمضان. انا عامه بستمتع وانا ماشيه في الشارع دوت. الفوانيس هي بتاعت زمان اللي هي الصاج، الفوانيس الخشب بكل اشكالها. دي ياستي ومراته، او دي مراته معرفش فين دي ياستي. الفوانيس الكبيرة، الشارع كله بيقول رمضان كريم، الله أكرم. يا رب تبقى جولة كده حلوة تشجعك انك تجهزي اي حاجة رمضان، وتنزلي تعملي اي حاجة تحسسي بيها نفسك كده، وتفرحي نفسك بالشهر الكريم، وتفرحي ولادك. يا رب يكون رمضان خير السنة دي علينا وعلى ولادنا. دي المشمعات اللي احنا جبنا، انا قلت لكم ان انا جبت منها.